خبر مهم جدا وممكن يكون مريح لجماهير النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي بيستقر على التجديد لمستر فايلر لمده موسمين اخرين. الفكره جت من ايه؟ ان انت لما تيجي تبص للمدرب كسبان كل مبارياته في الدوري الممتاز، 16 مباراه فوز من 16 مباراه اتلعبوا، اعتقد ده رقم مميز. الشخصية، احنا بنتكلم بقى غير الفوز، الشخصية، الشخصية مقاربة تقريبا ل مانويل جوزيه. فكرة القرارات مع اللاعبين، فكرة اعطاء الفرص للاعبين، فكرة الحزم في بعض الامور الخاصة بإدارة الفرقة، دي امور كلها مهمة جدا بالنسبة ل المدرب او المدير الفني، خصوصا لفريق كبير زي النادي الاهلي. اعتقد كابتن محمود الخطيب استشف الجزئية دي بشكل كبير، وامير توفيق قعد مع مستر فايلر وابدا ان كنادي اهلي انه يقدر، او هو لو الدنيا مشيت بشكل مريح بالنسبه له، ان يبقى في استقرار على تجديد لمده موسمين اخرين بالنسبه لمستر فايلر. حقيقه انت بتتكلم في فريق الى حد ما خلاص بقى عارف امكانياته، مستر فايلر عارف امكانياته وعارف اللاعبين، عارف الامور ماشيه ازاي. طبعا في ماتش ممكن هو مباراة النجم اللي اتغلب فيها بس النادي الاهلي، ودي اعتقد المباراة اللي ممكن تكون وكان فيها بعض الظلم التحكيمي كمان، دي كانت في بداياته بس، لكن في الاول وفي الاخر المشوار لمستر فايلر مع النادي اعتقد ان هو هايل ومشوار مميز جدا لهذا المدرب السويسري.